اعرف لوباتيلي لانه هيقول كلام خطير جدا. طيب اتفضل. الموضوع اللي حصل النهارده ده بيحمل وزير الداخليه، لان هو اللي صرح وقال ان الاعتصام ده هيتفض يا النهارده يا بكره، وهم كانوا خايفين من بكره عشان بكره الحد واجازه اقباط وهنكسر المليون، عشان كده عملوا الحركات القذره بتاعت امن الدوله ووزاره الداخليه. معلش ست بشوي، اوصف اوصف يا بشوي، اوصف ايه اللي فات ده كان ايه؟ ممكن تنزل اللي فات ده كان ايه؟ انزلوا عشان نعرف ندور ازاي عشان نعرف ندور. محدش هيقول كلمات، كل الناس تنزل على المنصه كلمه واحده. احنا دلوقتي بعد ما ضربنا بنطلب حمايه من اسرائيل مش من امريكا يا جوزيه، من اسرائيل مش من امريكا. اتفضل اتفضل حبيبي. طيب هنسمع المصابين مع انجي، هنسمع المصابين واعمارهم مع انجي بسرعه، بس قبل ما ابونا فلوباتيري يتكلم، لو ابونا طب قبل ما لغايه ما الترنيمه تخلص نسمع اسماء المصابين واعمارهم مع انجي. اتفضلي انجي. وصلنا دلوقتي تقرير من اسماء المصابين. مينا نادي 24 سنه عين شمس، ابانوب موريس 26 سنه عزبه النخل، بيتر رضا 24 سنه بولاق، مينا فيكتور 24 سنه من العمرانيه، رامي نصيف 29 سنه من الزاويه، موسى رسمي 25 سنه من عزبه النخل، مينا 19 سنه بولاق الدكرور، ايريني غطاس 22 سنه من غمره، دي مش اخته على فكره وعندها اصابه خطيره في العين، يعني العين تقريبا راحت. ولسه واصل دلوقتي المستشفى مينا وهبه، عنده 3 خراطيش في بطنه، عمره 19 سنه من المرج. وفي كمان عندنا محمد خيري 25 سنه من عين شمس، حالته خطيره وده كان واقف في المظاهرات مع اصحابه المسيحيين. وفي حاله دخلت دلوقتي كمان احمد محمد 23 سنه من مصر الجديده وحالته خطيره ودخل على العنايه. وكل الحالات كانت مستقره لغايه لما عملوا اشعه ولقوا البلي ده داخل الجسم بيمشي، فالحالات كلها اتنقلت على العنايه المركزه محطوطه على الاكسجين، فبيقولوا ان الخراطيش دي مش يعني خطيره، اللي دخلت الجسم عباره عن بني بيمشي في الجسم. شكرا يا انجي. وده تحليل يا جماعه انه الخراطيش دي من نوع معين، البلي بيفضل يدخل في العظم ويرشق في قلب العظم، فبالتالي ومين بقى؟ في واحده بنت بذمتكم، في واحده ست هتطلع تهجم يا قناه الاولى يا فاسد يا اعلام يا فاسد؟ ما الستات كانوا موجودين قدامنا اهو، كانوا بيصلوا طول النهار. انتصر اعلام فاسد. ابونا فلوباتير جميل، بنرحب جدا بهذا البطل الشجاع الذي يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. يا جوزيف يا شباب اتعرفوا. الو. ايوه حبيبي. ايوه 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 بشوي قول لي. يا حاتم يا عمي خالد. الو. ثواني ثواني يا بشوي. هو البقاء البقاء البقاء، وعايز اطمنكم عايز اطمنكم، ما اعرفش هتفهموا اللي هقوله ده ولا مش هتفهموه. هتفهموه معنى وجودنا معاكم هنا النهارده بالذات. اذا هناك رضا كبير جدا عن وجودنا، يا رب تكونوا فهمتوا.
معنى هنا تاني، معنى ان احنا موجودين هنا يبقى الناس مؤمنة جدا بوجودنا وبرسالتنا وبتأثيرنا. عارفين مين ينزل بالتالي مش هقول مين. فإذن بطلوا يا عباد يا عباد، هغير حرف القاف. إذن هنرجع من جديد ننظم نفسنا ونعمل لجان تفتيش. الشوارع دي مش هتتفتح خلاص، الشوارع دي مش هتتفتح. النيل بتاع امبارح والمبادرة اللي عملناها امبارح احنا بنعتذر عنها خلاص، احنا بنعتذر عنها خلاص. لا الشارع ده يتفتح ولا الشارع ده يتفتح، لاننا ما عندناش ثقة في الناس اللي قعدنا معاهم. احنا فقدنا الثقة في الناس اللي قعدنا معاهم. فلا الشارع ده يتفتح ولا الشارع ده يتفتح، وادينا قاعدين مع بعض قاعدين. طب سمعوني بقى فهمتوني، قاعدين ما احناش ماشيين. اخواتنا في قناة الطريق والقنوات الاثنين العلاية، لو سمحتوا ما تصعدوش الموقف ازيد من اللازم. ادعوا الناس للتواجد، مسيره هي اكثر الامن لكن امنا وضماما للملكوت، مسيره اكثر الاماكن امنا وضماما للملكوت. يروح النهارده ممكن جدا، ما نضمنش انه ممكن جدا يتمسك. خليني اكون صريح معاك، انا مش بخوفكم من المرواح، بس انا اعرف ان دي طريقتهم في كل مره، دي طريقتهم في كل مره، وبعدين نقعد نتحايل عليهم. فأنا مش عايز حد يخرج خالص دلوقتي، موجودين مع بعض، هنا أكثر أماناً وأكثر ضماناً.